هكذا بدت ملامح الاحتفال بالعيد 53 لاتحاد شبيبة الثورة فرع الرقة. نحتفل اليوم لنثبت للعالم أن هذه المنظمة التي تعتبر من أهم منظمات حزب البعث العربي الاشتراكي على العهد خلف قائد مسيرة الوطن، خلف قائد الجيش العربي السوري، خلف أمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور بشار الأسد، حتى تحرير آخر نقطة من ترابنا، حتى تحرير آخر شبر من ترابنا من دنس الإرهاب وعودة الحياة إلى أمورها الطبيعية. احتفل منظمة اتحاد شبيبة الثورة بعيدها 53 وكلها إصرار على المضي خلف القائد المفدى بشار الأسد في مسيرة الإعمار والانتصار. هذه المنظمة التي ومنذ تأسيسها عملت على رعاية مواهب الشبيبة والشباب والاهتمام بهم وتوفير مطارح التدريب لمواهبهم واهتماماتهم. كل عام ومنظمتنا الغالية بألف خير. هذه المنظمة العريقة القوية التي قدمت كل ما تملك من أجل الرفاق الشبيبيين، من أجل إنماء مواهبهم الكبيرة. طبعا احنا بهالعيد قدمنا الكثير من الفقرات الفنية والموسيقية والغنائية، طبعا من أجل منظمتنا الغالية الحبيبة. هذا اليوم الذي يعبر عن انتمائنا الشبيبي، فبهذا اليوم يقوم رفاق الشبيبيين بالتعبير عن فرحتهم وسعادتهم بهذا اليوم ويتمنون الخير والتفوق لمنظمتنا. الأمل بالشباب عنوان الاحتفالية التي بدأت بدقيقة صمت لأرواح الشهداء ونشيد الجمهورية العربية السورية التي تضمنت فقرات فنية ورياضية بالإضافة إلى معرض للرسم ومعرض للخط العربي. محتفلين بهذا اليوم إن شاء الله السنة الجاية أو العيد الجاي نكون الاحتفال يكون في الرقة. نحتفل في عيد الشبيبة بحركات رياضية ومعارض خطوط ورسم. شباب سوريا يؤكدون من جديد عبر إصرارهم بإكمال مسيرة العلم والعمل للمضي قدما نحو بناء سوريا المستقبل.